عامل ايه؟ امتحان صعب، صعب جدا. كان في نقط من بره المنهج؟ لا ما كانش في حاجه من بره المنهج، بس يعني ما جاتش حاجه متوقعه، ما جاتش حاجه من اللي احنا كنا مأكدين عليها، ما جاتش حاجه ممكن اللي هو يعني نجمع بيها درجات. يعني كان اسئله لتجميع درجات، حاجات بسيطه في الامتحان، يعني مش لاقي تنجح برضه. يعني مش هو الامتحان كان بمستوى الطالب العادي ولا لا؟ لا، مستوى الطالب العبقري. الامتحان كان صعب وكان طويل. طب كان في نقاط من بره المنهج كانت موجوده في الامتحان؟ مش بره المنهج، بس هي حاجات مش متوقعه، ويعني في رغبه كتير في الامتحان. الامتحان كنت عايز وقت اكتر من كده عشان تقدر تفكر فيه؟ لا مش محتاج وقت، هو الامتحان يعني صعب شويه التفكير في الحاجات بس المهمه. لا لا، هي اللجنه ماشيه كويسه جدا، ويعني متصدين لكل حاجه. الامتحان في مستوى الطالب المتوسط او اعلى متوسط؟ لا، في اسئله الاعلى من الطالب المتوسط، ولكن هو صراحه اكتريته للطالب المتوسط.